حضراتكم في آخر فقرة، والفقرة دي زي ما نوهنا في بداية الحلقة هي عن التغذية، وبالتحديد هنا التغذية السليمة عند الأطفال والنشء الرياضيين وكمان غير الرياضيين. خلينا نرحب بضيفتنا دكتور جيهان الدمرداش، هي أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح الفل، منورة الدنيا. ميرسي. أنا هبتدي بركز معاكي في النحافة. يعني هناخد ولدي في النحافة، وزي ما قالت نهاوندا احنا هنتكلم كمان، ودي نقطة في منتهى الأهمية، فكرة الأطفال وفكرة تأهيلهم وإن احنا نعودهم على سلوكيات مظبوطة وعلى مواعيد معينة للأكل وعلى أنماط غذائية معينة، وخصوصا إن في بعض الأمهات، مش هقول لك الكل، بس في بعض الأمهات بتبقى يعني واخدة على عاتقها كده مسؤولية إن هي تزغط ابنها مش تأكل ابنها. صح. معتقدة ان ده الاكثر صحيه ليه، فعايزين بقى نوضح المفاهيم المظبوطه في الحاله دي. احنا طبعا المفاهيم المظبوطه او التوازن عامه علشان دي يحصل تغذيه سليمه، لازم ان الام نفسها هي اللي تبقى الاساس، هي اللي عارفه التغذيه نفسها عناصرها ايه. العناصر اللي هم الثلاثه الاساسيين في الوجبه بتاعه الطفل، يعني لازم كربوهيدرات، لازم بروتين، لازم دهون، والدهون دي لازم تبقى صحيه، لازم تكون عارفه ان احنا ندي للطفل الدهون الصحيه ديت عن طريق الاسماك، عن طريق المكسرات. ما ينفعش ان انا اقعد ادي للطفل كميه اكل هو المفروض ان هو ما ياخدهاش. كل طفل وليه المجهود البدني او الذهني اللي هو بيبذله، ما ينفعش ان انا اتعدى المقدار ده في السعرات الحراريه اللي انا بديها له. فمثلا لو طفل بيلعب رياضه، ده محتاج مثلا سعرات حراريه اعلى شويه من الطفل العادي اللي ما بيلعبش رياضه. لو في حركه عنيفه او العاب قوه، برضو بيحتاج سعرات حراريه اعلى من الطفل العادي اللي ما بيلعبش اي حاجه خالص، او مثلا اللي حركته ضعيفه، او اللي بيبذل مثلا مجهود بطيء قوي ان هو بيمشي بس. الكلام ده كله فلازم الام تكون عندها استعداد ان هي تكون فاهمه يعني ايه تغذيه. ده اول حاجه. تاني حاجه، إن لازم تعوده اصلا منه هو صغير ان هو ايه صح ايه غلط. يعني هو الطفل اصلا بيبقى ورقه بيضاء احنا اللي بنكتب عليها كل حاجه، فلازم هي تعوده ان الوجبات بتاعته اللي بيكتبوا كل حاجه. دكتوره كده ولا بدي فاهمه غلط؟ ده هم اللي بيكتبوا كل حاجه وبيملوا شروطهم اللي في كتير من الاحيان بتتضمن اغذيه سريعه مش صحيه ان هم ما هو التيك اواي بقى والاغذيه السريعه دي كلها، دي بتبقى غلط جدا على صحه الطفل. الام مش بتكتشف ده غير بعد فوات الاوان، ان هو بعد بقى ما يجي له انيميا حاده، بعد ما يصاب ببعض امراض كتير بسبب الدهون الكتير اللي هو بياخدها من بره. عارفه يا دكتور، هي ممكن تكون اصلا بتساعد في ان ده يحصل، لان في بعض الامهات كمان يا كريم هي طريقه اكلها اصلا غير صحيه. يعني هي بتاكل كتير جانك فود من بره وبتاكل الاكل غير صحي، فمش ممكن هي هتعمل الاتيتيود ده وتيجي قدام ابنها، يعني ما هيتعلم منها. هو الطفل بيتعلم كل حاجه من امه، يعني هي مش معقوله هتيجي تقول له مثلا ما تشربش ده او ما تاكلش ده وده غلط وهي نفسها بتعمل الكلام ده. فهو طبعا مش هيستقبل منها المعلومه ولا هيسمع الكلام، ومش هيتقبل منها المعلومه عشان هيلاقي ان امه بتقول ده غلط. طب ما انت بتعمليه، يعني ما انت بتشربي قدامي ده، بتاكلي قدامي كريب، بتاكلي قدامي الحاجات وحتى لو مش دي توجهاتها الغذائيه، بس ممكن تبقى امراه عامله ما عندهاش مساحه وقت، فبيبقى اسرع لها تستخدم الحاجات اللي هي نص مقليه وربع مشويه والحاجات الجاهزه دي. لا بس هو انا ممكن الام يعني هي تعوض ده ازاي؟ ان هي تعمل حاجات سريعه بس في البيت، يعني تظبط حتى لو هي بتشتغل، تظبط الحاجات دي من بالليل من قبل ما الطفل ما ينام، تظبط له اللانش بوكس بتاعته. يعني زي في المدرسه، احنا دلوقتي دخول مدارس، المفروض الام تهتم برده بوجبه الفطار للطفل في البيت ووجبه اللانش بوكس اللي هي هياخدها معاه في المدرسه. طبعا. وجبتين مهمين جدا، لو وجبه منهم وقعت او الطفل ما اخدهاش، او وجبه منهم كان اعتمدت مثلا في المدرسه على الفلوس اللي هتديها له ان هو يشتري حاجه مثلا من الكانتين او كده، طبعا هم هناك حاجه يعني للربح، لكن مش هيهتموا بتغذيه الطفل زي الام. فهي الام لازم هي اللي تظبط له الحاجه دي، لازم وجبته تبقى فيها كارب وبروتين وخضار وفاكهه علشان تبقى وجبه متكامله. انا جه اقتراح كده في دماغي دلوقتي واحنا بنتكلم، يعني وبشوف ان ليه المدارس بقى ما يبقاش فيها اصلا بروتوكول مثلا مع اخصائيين في تغذيه الطفل تحديدا، ويبقى ما فيش حاجه اسمها كانتين شوكولاتات وشيبسي وكده يا كريم، تبقى فاكهه، تبقى حاجات كلها مفيده، مش دي تبقى فكره حلوه. هتلاقي التلاميذ بيبعتوا يجيبوا سندوتشات كبده وسجق من على عربيه كبده جنب او فضاها العظيم. لا ودلوقتي في مدارس فعليا بتعمل جانك فود. جانك فود في المدرسه.
في المدرسه. لو تم القضاء على ده شويه بتهيألي هيساعد كتير في تغذيه. هيساعد كتير طبعا، يعني هيساعد الام طبعا اللي هي فعلا ما عندهاش وقت ان هي تظبط للطفل الاكل بتاعه، هتبقى معتمده ان في اكل صحي فعلا في المدرسه، فان هي مش هتخاف عليه. لكن الحقيقه دلوقتي لا، لازم الام هي اللي تهتم، الف ب هي اللي تهتم بالميه، بالعصير مثلا لو اخذ عصير معاه، الفاكهه، الانواع بتاعت يعني الاكل. يعني وزاره التعليم والصحه ممكن يعملوا يطلعوا بحاجه هنا او يعني بفكره. يا ريت لو فكره زي دي بجد اتعملت، ده هيبقى كويس جدا للاطفال كلها. رغم ان احنا بحضر يعني احنا ايامنا احنا كنا بناكل كل حاجه من الكانتين يعني. انا فاكره كويس يعني بس هو ممكن ايامنا كانت الصحه والامهات مهتميه اكتر من دلوقتي، ما كانش فيه جنك فود الكتير اللي موجود دلوقتي. طبعا. والاطفال بتتجذب ليه اكتر. لو بتتكلمي على ايام انا شخصيا انا حضرت ناس كانت امهاتهم بتعمل لهم سندوتشات حاجه اسمها مفتقه. لا والله العظيم زي ما بقول لكم كده، ده حصل. عباره عن ايه بقى؟ انا عارف بس هي حاجه قويه جدا. مفتقة. ريحه ومفعول الحقيقه. ما هي ريحه ومفعول وبتدي طاقه مهوله، بتخلي الاطفال يعني ايه ما تركزي عايزه تنام بقى. طبعا. طيب احنا هنطلع بس فاصل ونرجع. عايزه اطرح على حضرتك السؤال اللي كنت بتكلم فيه مع كابتن عبد الله، بعد ال 30 القدره على الحرق بتقل، فعايزين ناخد الموضوع نبتدي من هنا. فاصل سريع ونرجع نكمل. حديثنا مستمر مع حضراتكم دكتور جيهان الدمرداش، اخصائيه التغذيه العلاجيه، وكنا بنسالها قبل الفاصل دلوقتي اللي بيتم 30 والقدره عنده في الحرق لحد كبير بتقل يعني شويه تدريجيا طبعا لغايه لما بيوصل اربعينات وخمسينات، فنعرف منك بقى نعمل ايه بعد ال 30؟ هو بعد ال 30 المفروض ان انا دلوقتي ممكن ازود شويه في المجهود البدني اللي انا ببذله، يعني مثلا انا جسمي محتاج 2000 سعر مثلا، انا باخد ال 2000 سعر كاملين زي ما كنت بعمل قبل كده، بس انا كل ما العمر ما بيزيد او السن ما بيزيد الحرق بتاع الجسم بيقل شويه، فانا لازم ازود المجهود اللي انا ببذله او اقلل مقدار السعرات اللي انا باخدها، يعني انا لا اقلل كميه الاكل لا ازود المجهود البدني اللي انا ببذله. هو المفروض 2000 ولا 1500؟ وعلى حسب ده بيختلف من جسم للتاني او من شخص للتاني والمجهود اللي بيبذله. حضرتك فكرتيني بالنقطه اللي كنا بنتكلم فيها في الانترو، انت كنت بتسالي على فكره ان الوزن المثالي بيتحسب ازاي، صح؟ صح، دي نقطه كويسه جدا للسيدات وللرجال. في ناس كتير بتقول ان الوزن المثالي ان احنا ننقص 100 من الطول والكلام ده غلط جدا. ده يعني حاجه مش صحيحه. ليه؟ علشان انا دلوقتي مثلا لو وزني 70 طولي 60 انا انزل 10 كيلو، طب ما انا ممكن ال 10 كيلو دول اصلا ممكن ما يكونوش اصلا يعني متوازنين معايا، يعني انا لو نزلت ال 10 كيلو انا جسمي ما يكونش مظبوط، وممكن ان انا اكون زايده ميه ما كنتش زايده دهون. ما تتحسب ازاي بقى يا دكتور؟ ما هو ده لازم بقى ان انا اعرف نسبه الدهون، نسبه الميه، نسبه العضلات اللي في الجسم، يعني ممكن تكون الميه هي اللي مزوده وزني، ما يكونش وزني زياده اصلا يعني زياده دهون. هو انا المشكله عندي ايه اللي بيزود لي في وزني، او اللي انا بقول ان شكلي مش مظبوط لي او وزني مش مثالي لي ان انا لو الدهون الزياده، لكن لو انا ظبطت نسبه الدهون في الجسم وكميه العضلات اللي في الجسم برضو مظبوطه او نسبتها مظبوطه. انا مهم بالنسبه لي هما الحاجتين دول، الدهون والعضلات. طب اعرفها ازاي يعني؟ فين التحليل ده؟ ده لازم ان انا بعمل اللي هو الام بادي، اللي هو الوزن الام بادي اللي بيبين بقى العضلات والميه والدهون نسبتهم قد ايه في الجسم. ومثلا في ساعتها بقى انت لازم ان انت تلجئي طبعا لحد متخصص. ليه؟ علشان هو يظبط لك ان ازاي تنزلي دهون بس، او لو الميه هي اللي عاليه يعرف اسباب ان زياده الميه في الجسم ايه. اظن كمان في صالات جيم بيبقى فيها زي جهاز معين يبدو من بعيد ان هو ميزان، لكن هو اكثر دقه من الميزان وبيقول لك النسب دي، نسبه الميه والكتله العضليه. او ايوه اللي هو بيبين كل حاجه، مؤشر الكتله العضليه، وبيبين اللي هو نسبه الميه، نسبه الدهون، الدهون متوزعه ازاي في الجسم، كل الحاجات دي بيبينها. هل احنا كمصريين فعلا معدتنا تهضم الزلط، ولا ده موروث اجتماعي عندنا واحنا فاهمين انه حقيقي وهو مش حقيقي؟ لا هو يعني هو الى حد ما لا طبعا حقيقي يعني فعلا. ايوه طبعا، يعني في ناس كتير معدتهم قويه جدا، يعني ممكن مثلا الاجانب او السياح من بره لما بييجوا بيحاولوا ياكلوا اي وجبه من الوجبات المصريه
ما بيقدروش طبعا، يعني ما بيقدروش، يعني حتى لو جربوا بس بيحسوا ان لا في حاجه غلط. ما دي اشمعنى احنا عندنا الخاصيه دي؟ مناعه بقى، احنا مناعه بقى من قديم الازل، يعني القدماء المصريين بقى، والاكل بتاعنا المعروف الفول والطعميه والكشري، الحاجات المصريه الاصيله، فدي طبعا ما حدش يقدر ياكلها. صعب قوي الناس يعني من بره ان هو ياكل الاكلات المصريه دي، بتبقى تقيله شويه على المعده. لو دلوقتي بنتكلم انا عايز صحتي تبقى سليمه ووزني كويس، وفي نفس الوقت ما اجيش على يعني مودي ما يتاثرش ان انا بحرم نفسي من الاكل، فاحنا دلوقتي قاعدين مع حضرتك، ادينا روشته. يعني هو المشكله بس في حاجه واحده، ان الناس كلها دايما فاهمه ان الدايت او ان انا هنزل وزني ان انا احرم نفسي من الاكل. ما احنا بنحرم نفسنا، ما ده بيحصل لما بنعمل ده غلط، ده يعني مفهوم غلط. اكل عادي انا بقى، طب ما الحالات كلها يعني انا معايا باكل الحاجات كلها، كل حاجه، مكرونه بشاميل ومحشي، كل حاجه. انت خليكي مع الدكتور بقى الفتره الجايه، كل حاجه، بس امتى ومقدار قد ايه واللي يناسب السعرات بتاعتك، وبيتقسم الوجبات على مدار اليوم، كل الحاجات دي اللي مهمه. واكل بالليل عادي؟ لا بالليل دي اللي صعبه، احنا بالليل دي بنخليها خفيف، عشان اولا الهضم وانت نايمه، تصحي معدتك اصلا مش تعبانه، وتكوني الهضم بتاعك كويس. تبقى كام مثلا اخر وجبه قبل ما تنامي؟ بساعتين. بساعتين اوكي. ويا ريت تبقى مثلا حاجات خفيفه، زبادي، فاكهه مثلا، جبنه قريش، حاجات فيها بروتين خفيف كده. تمام. ده بالنسبه للناس اللي عايزه تنقص الوزن. بالظبط. الناس بقى اللي زي حالات اللي هي عندها مشكله معكوسه يعملوا ايه؟ بنزود الوجبات بقى، وبنزود المحتوى بتاع السعرات الحراريه اللي في الوجبه. لازم طبعا بنعرف في الاول الحاله الوراثيه ولا مش وراثيه، يعني لو مرضيه لازم نعمل تحاليل شامله ان احنا نعرف ان السبب بتاع النحافه الموجود ايه. لو مفيش سبب بعينه يبقى اكيد حاله وراثيه او جينات، يعني ممكن جينات ومش ظاهره برضو في العيله، مثلا جينات اختلطت بين الاب والام فظهرت في الابن ده بس، فهو ده بيبقى مثلا حاله وراثيه. انا احاول بقى ان انا اطور منها ازاي، ان انا ازود في السعرات الحراريه اللي الجسم بياخدها. لازم برضو بنلعب رياضه. في ناس برضو معتقده ان اللي عنده نحافه لو لعب رياضه هيخس اكتر، ده غلط. انا لازم بعوده ان هو بيلعب رياضه اللي هو العاب قوه او اثقال، ان هو بيشيل احمال، يعني مش كارديو، يعني مش لا لا لا, لا مش كارديو. بالظبط كده. لكن انا بكون عايزاه يلعب حاجات تانية، ان هو بيزود العضلات في جسمه، فبيحس ان برضو فرق معاه في الوزن، فرق معاه في شكل الجسم. وبرضو بديله بقى المكملات الغذائيه، مثلا الاكلات بقى اللي ممكن بزود بيها، مثلا اللبن البودره مش اللبن العادي، الزبادي كامل الدسم مش الخالي الدسم، الفواكه المجففه، المكسرات، حاجات كلها اللي هي بتساعد ان الجينات من ذهب. انت محظوظ داخل عليكي بقصه لبن قد كده. بالظبط. والله العظيم دي نعمه كبيره ان انت تقعد تاكل وما بتتخنش، يعني دي حاجه غذائيه وكل حاجه. محدش عاجبه حاله ده، تخيلي. هو اكيد مثلا اللي عنده زياده في الوزن عايز يخس، اللي عنده نحافه عايز يتخن شويه، كله عايز يظبط شكله اكتر. بس هي الجينات بتلعب دور على فكره. أكيد. يعني يعني طبعاً. انا بشوف كده كمان فكره الوراثه، يعني يمكن انا محظوظه شويه ان بابايا مليان شويه بس مامتي رفيعه قوي، ف فكان في بالانس يعني. على كل حال الفقرة للأسف يعني خلصت، بس انتي نورتينا يا دكتور جيهان، استفدنا وأكيد المشاهدين كمان استفادوا، وإن شاء الله تنورينا تاني، إن فقرة التغذية تحديدا بتبقى مهمة جدا، وهي مرتبطة جدا كمان بنتكلم بالحياة السليمة والصحية والرياضة، فلازم تنورينا. نورتينا وشرفتينا، بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا.